السلام عليكم، حياكم الله جميعا. أنا إبراهيم المهيدب، زميلكم في سنة الامتياز. اليوم إن شاء الله we're going to discuss or we're going to focus on renal tumors، وهذا lecture part من الكوريكولم حق rotation surgery 2 اللي تأخذونه في سنة الخامس. بنتكلم في البداية عن how can we create a differential diagnosis once we notice a mass within the kidney on imaging، و specifically يعني في CT scan، لأن هذه النقطة مهمة في سواء في الإكزام بيبسس وخاصة تحديدا في السبوتر إكزام وحتى في الكلينيكال براكتس. يعني حلو إن نفرق هل الماس هذه بناين ولا مالجنت، نتكلم عنها تحت. ثاني شيء تريتمنت أوبشنز سبيسيفيكلي للمالجنت ماسز ويعني تحديد الرينال سيل كارسينوما. طيب طيب نتكلم عن رينال ماسز في البداية. الكيدني ليجنز are most commonly detected incidentally، بمعنى ان يجينا patient the unrelated problem. طيب وفجأة when we obtain the abdominal CT we find a mass within the kidney، فهنا نجي نسأل انفسنا is this mass benign ولا malignant، does it require further evaluation او لا، does it require referral for further management او لا. تمام، وحطوا بالكم ان most incidental kidney lesions are cysts. Up to 40% of adults who undergo abdominal CT are found to have a simple cyst. They represent the most commonly detected incidental kidney masses or kidney lesions. They are benign, asymptomatic. Once we find a simple cyst or within the kidney for CT, no further evaluation is required. طيب يحلو تحطوا هالنقطة في بالكم. طيب وش الأذر يعني kidney lesions اللي ممكن نشوفها؟ ممكن تكون benign tumors مثل الانجيومايولايبوما ولا الانكوسايتوما، ممكن تكون malignant tumors مثل renal cell carcinoma وهي اللي بنركز عليها اليوم، ممكن تكون vascular lesion سواء كانت AV fistula ولا renal aneurysm، لكن لا تركزون عليها. فهذه الثلاثة أو 3 categories هذه إذا شفناها في ال أو شفنا features suggestive لهم further evaluation is required. على عكس simple cyst. طيب هنا لازم we have to dig deep زيادة. طيب هذا الجدول هي جدا مهم وحلو لكم تشوفون الفروقات بين simple renal cyst والmasses that are highly suggestive of malignancy، عشان يجدكم مثلا صورة في سبوتر ولا أي شيء وتقدرون you can describe the mass في الimaging. طيب في البداية simple renal cyst بتكون well defined أو نقول sharply demarcated. طيب الوال حقها smooth regular thin. طيب على عكس malignant masses بتكون thick و irregular و ill defined، يعني not sharply demarcated على عكس simple cyst. بنشوف صور تحت عشان كيف نفرق بينهم. طيب ثاني شيء simple cyst يكون unilocular، بمعنى unilocular معناه ان عندنا single open space كذا هذا الماس خلاص يجينا بس كذا. المالجنسي تكون multilocular. المultilocular عندنا more than يعني open space، يجينا مثلا هذا الماس الحين كذا في multilocation كذا يكون شكله كذا كذا زي كذا مثلا. طيب unilocular ماشي مع simple cyst، المالتيلوكيلر مع المالجنسي. طيب simple cyst ما فيها septation ولا calcification على عكس المالجنسي نشوف عندهم areas فيها septation calcification. الفلويد within the cyst في simple يعني renal kid أو simple renal cyst تكون homogeneous content على عكس المالجنت تكون heterogeneous both يكون فيها solid cystic component. بنشوف صور تحت. طيب النقطة المهمة اللي هي الكونتراست انهانسمنت. طيب الكونتراست انهانسمنت في السي تي اور ام ار اي طيب السجستيف انه والله يعني تعطينا انت او تقول لنا انه والله الليجن هذا هايلي فاسكولار. طيب واذا شفنا هاي النقطه حلوه تحطون بالكم ان انهانسد ماس وذين ذا كيدني
is RCC until proven otherwise. تمام؟ الانهانسمنت ايش معناها؟ ان الماس نفسها is absorbing the contrast material. طيب اذا يتمتص الكونتراست فتطلع لنا برايت. والانهانسمنت indicates vascularity. لكن مو باي انهانسمنت معناها انه والله it's suggestive malignancy. لكن شفنا انهانسمنت في الكدني this is RCC until proven otherwise. زي مثلا في تجي ليجنز هايلي فاسكولار مثل الهيمنجيوم في الليفر وتكون هايلي يعني فيها انهانسمنت وهايلي فاسكولار لكنها بناين. طيب لكن شفنا انهانسنج ماس within the kidney this is malignancy until proven otherwise. حلو انكم تحطون هذه النقطه ببالكم. الانهانسمنت indicates that the lesion is vascular. طيب في السيمبل سيست ما في يكون عندنا انهانسمنت للكونتراست في السي تي والام ار اي، معناها ان الليجن هذا اي فاسكولار. طيب والسيمبل رينال سيست البيشنت يجوا اي سيمتوماتيك ولا يجون باي اذر سيمتوم ما له اي علاقه بالبرزنتيشن حقهم. وانس وي ايدنتيفاي ات اون سي تي نو فيرذر ايفالويشنز ريكوايرد. المالجنت سيست او المالجنت ماسز نفس الكلام، ممكن يجونا اي سيمتوماتيك موست اوف ذا تايم. طيب ممكن يجونا بفلانك بين، ممكن يجون بهيماتيوريا هي اكثر سيمتوم في الـ RCC اللي نتكلم عنها تحت، ممكن يجونا بإليفيت بلود بريشر وهايبرتنشن. والمالجنت ماس لا هنا this is serious، يعني we have to evaluate furthermore. It requires follow up imaging, urological consultation او يعني خلاص refer to urology. يعني خلاص this is يعني الفيلد حق اليورولوجي هنا. طيب طيب متى نقول انه والله السيست هذا سيمبل؟ ترى نفس الكلام اللي قلناه في الجدول هنا. اذا شفنا هذه الفايندينجز اون سي تي سكان، اذا والله عندنا السيست شاربلي ديماركيتد ويل ديفايند والوال حقها ثين وسموث وهوموجينس كونتنت او الفلويد از هوموجينس كونتنت وذين ذا سيست، فهذا شيء نو انهانسمنت. طيب هاي نقطة مهمة. After the administration of the contrast media or يعني contrast نفسه. That if we diagnose a simple cyst by CT, no further evaluation is required. تمام؟ على عكس المالجنسي. طيب وش الفيتشرز انه والله تقول لنا انه والله this lesion highly likely to be neoblastic او انه it's highly suggestive of neoplasm. أول شيء نفس الكلام ترى اللي قلناه في الجدول، تكون الوال حقها thick وirregular well demarcated well defined. تمام، يكون عندنا heterogeneous content مو homogeneous. حلو، precipitation. طيب thick septation وcalcification. وأهم نقطة الenhancement، الenhancement after the administration of the contrast media. طيب هاي تقول لنا والله this gives us a hint this lesion is highly vascular. طيب enhancement في الكدني is highly suggestive of malignancy. طيب وآخر شيء قلنا multilocular mass، عندنا أكثر من open space. هذا الماس جينا كذا شكله زي كذا مثلا، يعني هذا رسم تقريبي ترى. طيب هذا سيناريو حطيت هنا في صورة سي تي والحين بنشوفها. خلنا نقرا أول. This is a 54-year-old man who comes to the emergency department with cramping lower abdominal pain, mild nausea, and two episodes of watery diarrhea. The patient has no fever, vomiting, or urinary symptoms. His past medical history is unremarkable. He's a lifetime non-smoker. His vital signs are normal. CT scan of the abdomen with contrast is shown in the image. تمام؟ لو جتنا مثلا هاي الصورة خلينا نقول نبغى لها description، ولا خلينا نقول وش ال type of study، نكتب هنا abdominal CT scan with intravenous contrast والview هذا coronal plane. طيب هذا الشخص الآن كنا واقف قدامنا، فهنا هذا right side. طيب و this is the left side. فخلاص هذه الحين هنا left kidney، هذا هذه left kidney وهذه right kidney.
طيب مش تلاحظون هنا، هنا في هنا عندنا ماس. طيب لو نبي نوصفها وش نقول؟ طيب نقدر مثلا نقول عطنا خلينا نقول مثلا يبو نبي ديسكريبشن شلون سي تي، او خلينا مثلا نشرح اول بعدين نكتب. الحين شوفوا هنا بعد الكونتراست ماتيريال بعد ما حطيناها ما في انهانسمنت، الليجن مو برايت، ديد نوت ابسورب ذا كونتراست، فهذه جود ساين ان الليجن اي فاسكولار، فهذه تمشي اكثر مع السيست. طيب شوفوها ويل ديفايند. طيب الوول حقها ثين وريجولر، وثاني شيء يوني لوكيلر، يوني لوكيلر قلنا كذا ما فيها الا سينجل اوبن سبيس، ما في سبتيشن ولا في كالسيفيكيشن ولا في انهانسمنت. طيب هذه سمبل رينال سيست. فلو جينا نكتب هنا مثلا خلينا نقول دي شون سي تي ولا دي الستريتد سي تي سكان ديمونستريتس اي نون انهانسينج، هاي مره مهمه انكم تقولونها، نون انهانسينج ماس وذين دي رايت كيدني. طيب the mass has a أول خلينا نقول the mass is well defined and demarcated and sharply demarcated. طيب with thin and regular wall. طيب مثلا خلينا نقول the mass is well defined unilocular مثلا، حلو ان نحطها sharply demarcated with thin and regular wall and no septation or calcification. لو جانا مثلا what's the most likely diagnosis نقول simple kidney cyst. تمام هذه الحين كذا. طيب فهنا في السؤال جاء قالوا all GI symptoms resolve in 2 hours without any intervention and the patient wants to go home, which of the following is the most appropriate management for the renal findings on the CT scan. احنا قلنا once we see a simple renal cyst ما يحتاج any further evaluation. فإذا تبغوا مثلا نبدأ بالإكسكلوجن قلنا ما في أي إنديكيشن نعطي أنتيبيوتكس، most likely إن البيشنت هذا جانا viral gastroenteritis خلاص يعني ما في evidence of bacterial infection فما نعطي أنتيبيوتكس. ما في إنديكيشن للبيركتينس أسبيريشن، لو مثلا السيست is painful ولا infected ممكن هنا we may aspirate it. تمام لكن لا surgical excision is reserved to the patients اللي عندهم renal cell carcinoma وهذه simple renal cyst فما يحتاج أبد، ف we should reassure the patient. طيب هذا نفس الكلام هنا صح، هنا ما أدري كتبنا homogeneous صح، مفروض نكتب well defined unilocular sharply demarcated homogeneous and sharply demarcated. حلو فهذه حلو انكم تحطونها وتفرقون بين، بس اهم شيء تذكرون في انهانسمنت ولا لا، هي يعني اهم نقطه. فزي ما قلنا CT scan shows a simple renal cyst on the inferior aspect of the kidney, it's benign and often discovered incidentally by radiological imaging ولا examination. Once we find a simple renal cyst no further evaluation is required. تمام وهذه نفس الكلام قلنا وش الفيتشرز ذات سجست مالجنسي، انه والله الماس يكون عندنا فيه multiple septations multi location او multi locular irregular thick heterogeneous، واهم نقطة الكونتراست انهانسمنت معناها ان الليجن is vascular this is highly suggestive of malignancy في الكدني. طيب خلاص نعيد نفس الكلام، اذا والله في discovered a simple renal cyst it requires no additional follow up or evaluation. طيب
and we should reassure the patient. فهذا نفس الكلام جالسين عاد simple renal cyst no, no need to go for further evaluation. وش الفيتشرز that suggest malignancy؟ multilocular mass فيها أكثر من open space زي ما قلنا تيجي كذا. طيب ما ليش ممكن توصل من مرة دقيق لكن الوال حقها regular وthick في septation calcification وأهم نقطة enhancement. هاي صورة نفس الموجودة عندكم في الليكشر من up to date. لو جينا مثلا هاي صورة الرينال سيل كارسينوما لو جينا بي نوصفها وش الامجينج او استدي هذي CT scan في abdomen with intravenous contrast هنا البلين اكزيل طيب مو بكرة هذا axial plane وهنا right side this is the right side and this is the left side. طيب لاحظوا هذه هنا right kidney ما فيها أي abnormality أي normal tissue. هذه شوف left kidney كيف شوف الفرق بينهم. طيب هنا هذا الماس هنا شوفوا كيف في enhancement this indicates إنه والله this a vascular lesion. طيب شوفوا هنا الهايبو دنسيتي اللي في النص هذه اللي هنا indicates انه والله في areas of necrosis. طيب فهذه اهم نقطتين نذكرها يعني فنيجي نكتب والله وحتى شوفوا هنا heterogeneous يعني heterogeneous content بس انه غالبا solid يعني thick wall irregular شوفوا كيف انها ill defined او not sharply demarcated على العكس شوفوا كيف الفرق بينها وبين هذه. طيب ما في enhancement وشارب لدي ماركيت فمر الفرق واضح ولارج ماس. هنا مثلا لو قلنا وش نكتب في الديسكريبشن the illustrated مثلا CT demonstrates an enhancing أهم شيء يذكر enhancing mass within the left kidney with central hypo density. طيب هذه اللي هنا هذه شوف كيف hypo density. طيب this that indicates areas of necrosis. طيب the mass is heterogeneous. طيب حتى قلنا هنا فيها شوف multi loculation مو unilocular في أكثر من open space. mass is heterogeneous, multilocular, ill-defined أو يعني ill-demarcated, defined ولا demarcated. طيب mostly هنا يعني solid component. نقدر مثلاً دقيقة. ill-defined. ايه ونقدر مثلا نكتب شو اسمه calcification. طيب لو جينا مثلا قلنا وش الموست لايكلي دايجنوزز ولا وش الموست لايكلي ديفرنشال دايجنوزز از رينال سيل كارسينوما أو مثلاً نقول malignancy specifically renal cell carcinoma. تمام؟ طيب نتكلم عن renal cell carcinoma الحين في صور تحت أكثر عليها. It is the most common malignancy in the kidney and it arises within the renal cortex. Up to 90% or more than 90% of primary neoplasms within the kidney renal cell carcinoma هي أكثر شيء. يجي بعدها transitional cell carcinoma. It arises من renal pelvis وهي next most common لكن only 8 it represents 8%. renal cell carcinoma arises يعني في elderly أو الناس اللي أعمارهم فوق 50 سنة most commonly between ages of 60 and 70. واحدة من most significant risk factors is smoking. It increases
the risk of renal carcinoma أو خلينا نقول genitourinary cancer سواء renal cell carcinoma ولا bladder cancer. طيب obesity can increase the risk, hypertension and also some certain chemical exposures have been linked renal cell carcinoma مثل asbestos. طيب هو عندنا increase the risk of lung cancer وحتى renal cell carcinoma. The most common subtype لل RCC is clear cell carcinoma. Up to 85% of RCCs are clear cell. طيب هذه risk factors قلنا age more than 50, tobacco smoke هذا مهم يعني hint في MCQ إنه يجينا elderly و smoker. نتكلم عن signs and symptoms تحت. طيب قلنا obesity, hypertension والtoxin exposure يعني أكثر شيء الأسبستس. طيب الناحية الكلينيكال مانيفستيشنز يعني unfortunately ال most patients are asymptomatic. طيب and they only present when أو يعني they mostly present when the disease is advanced أو يعني it has already metastasized. وللأسف يعني في هالحالة بيكون treatment صعب. طيب في classic triad لل RCC اللي هو flank pain, hematuria, probable abdominal renal mass, لكن it's only present in less than 10% of patients. يعني مو بأي أحد بيجينا بهالترايد. لكن يحبون مثلا يحطونا في الـ MCQs إنه والله جانا elderly, smoker, عنده hematuria أو painless hematuria و flank pain و on abdominal examination أنا يعني renal mass أو خلينا نقول أن abdominal mass can be palpated. هاي تعطي hint إنه this could be renal cell carcinoma. طيب the most common symptom for renal cell carcinoma is hematuria. طيب it's observed in 40% of patients. وخلاص الهيماتيوريا معناها إنه the tumor has invaded the renal collecting system. تمام. Such patients may present with constitutional symptoms up to 20%. كثير كثير مرة يجون في constitutional symptoms سواء كانت fever ولا weight loss, ممكن تكون anorexia, night sweats ولا lazy fatigability. يعني البي symptoms very common في ال RCC. طيب زي ما قلنا إذا جانا والله patient cachexic, الكاتشيكسيا common نشوفها في ال RCC, يعني abdominal mass can be palpated أو flank mass في ال abdominal examination. The mass is typically firm, homogeneous, non-tender and moves with respiration. لكن مهم إنه we dig into the details. طيب patients 11% of patients with RCC أو males يعني they present with scrotal varicocele most commonly في the left side. They fail to empty when the patient in the supine position. هي طبيعي هذه هنا the varicoceles إذا الشخص was lying down they reduce in size. لكن والله الشخص عندنا يعني they are in the supine position كان عندنا failure of emptying هذا يعطينا هنت انه في secondary cause في obstruction للflow او venous flow. تمام من عند gonadal vein والrenal vein هذه common مع هذه الصورة هنا لو تلاحظون هنا هنا left testicle والright testicle left gonadal vein هذا هنا الدرينج حقه left renal vein بعدين left renal vein drains into the IVC على عكس ال right gonadal vein الدرينج حقه على طول directly ال IVC. تمام عشان كذا ال left sided varicoceles are more common. وإذا شفنا right sided varicocele طيب ومثلا يعني it's highly uncommon في الميلز إن يجيهم لكن إذا شفناها والله it may raise suspicion ممكن عندنا هنا thrombotic event وال RCC stimulates the thrombosis هنا within the IVC. فممكن إذا جانا والله right والله RCC within the right kidney ممكن يجونا bright varicocele لكن most common يجونا بلفت left scrotal varicocele إنه يجينا هنا في نفس التيومر has obstructed الفلو حق الرينال فين فخلاص بس عنده tortuous veins هنا في الفلو حق الجونادال فين خلاص بصير في obstruction. هاي الصورة هنا حلوة
زي illustration كذا إنه والله هذا هنا التيومر is the bad guy سوى obstruction وخلاص. بس عندنا dilated veins جونب left sided varicoses تمام. زي ما قلنا كثير منهم يجيهم thrombosis فال IVC may be involved وفي obstruction. ف such patients present with lower extremity edema يعني bilateral تكون ascites وPE. هذه صورة لها انه خلاص صار في extension للتيومر. شوفوا كيف سوالنا obstruction على الفلو حق الفينس فلو في الانفيرير فينا كيبل تمام. فهنا تبدأ الكلينيكال مانيفستيشنز جنب لور لمب ديما ascites حتى ممكن hepatic dysfunction. طيب الـ RCCs associated with paraneoplastic syndromes واللي يحبون يحطونها في الـ MCQs أكثر شيء polycythemia عندهم increased hematocrit. This is due to the effect of التيومر نفسه it secretes erythropoietin. زي ما نعرف أن erythropoietin is produced by the kidney فأتخيلوا أن الحين الكدني نفسها it is producing erythropoietin وزيادة عليها التيومر itself is producing erythropoietin as well. This will increase hematocrit levels بيكون عندهم erythrocytosis تمام. نفس الكلام they present with hypercalcemia في over production of the parathyroid hormone related peptide حتى يكون عندهم increased gland secretion بيكون عندهم increased bone resorption وهالشي بيزيد الكالسيوم levels في البلد. طيب هذه clinical manifestations زي ما قلنا هذا الكلاسيك تريد لكن ما نشوف إلا أقل من 10% of patients بجون left sided scrotal varicoceles و paraneoplastic symptoms سواء كانت هنا erythrocytosis أو polycythemia حتى anemia. anemia إذا والله if the tumor has invaded the collecting system ويجون بهيماتيوريا كذا it may induce أو it may cause anemia thrombocytosis, fever, hypercalcemia, or cachexia. Most common sites in metastasis include the lung, وهي أكثر site, the bone, liver, lymph nodes, or brain. وهذا نفس الكلام اللي قلنا. Most common presentation is asymptomatic, and we detect the RCC incidentally. ممكن جونا بالكلاسيك تريد هذا. والmost common site for metastasis is the lung. طيب فهي ممكن أول presentation جونا مثلاً chest pain. طيب حتى يعني تنس تو متاستايز للبون زي ما قلنا البارانيوبلاستيك سيندروم عنده بوليسايثيميا وهايبركالسيميا. دياجنوستيك ايفالويشن the initial test to obtain is the abdominal CT. طيب it's highly sensitive والالتراساوند يعني نعتبرها less sensitive when compared to CT لكن ممكن تساعدنا it may help us to distinguish between a simple benign cyst from a more complex cyst أو مثلا كان عندنا solid mass ولا solid tumor. طيب MRI is an excellent modality as well. طيب متى يعني وش الindications حقتها إذا والله مثلا الالتراساوند ولا CT are inconclusive ولا مثلا البيشنت عنده poor renal function estimated GFR أقل من 30 طيب أو impaired renal function أو renal impairment أو عنده allergy to contrast media فخلاص MRI will be our test of choice. وترى كلها CT و MRI كلهم highly accurate بس CT تفضل الناس يعني يفضل أن أسرع MRI يعني takes time. وأيضا في localized disease we proceed for surgical resection أو nephrectomy سواء كانت radical ولا partial هي curative also to obtain tissue diagnosis. نشوف هل هو وش التايب حق الRCC هل هو أو وش التايب هل هو RCC وش التايب هل هو clear cell ولا الكروموفوب as well. طيب فالنفركتومي curative provides tissue diagnosis هاي نفس الصورة اللي تكلمنا عنها فوق. طيب هذه نفس الكلام صورة جبتها من راديوبيديا حلو انكم مثلا تدخلون هنا تدخلون راديوبيديا وتشوفون الصور وتشوفون الديسكريبشن حقها. طيب
يعني بتساعدكم في السبوتر اكزام. فهذه الصوتين الحين نفس بعض، بس هذا كورونال بلين وهذا اكسيال بلين. فنقدر نقول هنا this is an abdominal CT scan with IV contrast والبلين عندنا اكسيال. طيب وش الديسكريبشن؟ شوفوا هنا هنا هذه اللفت كدني ولا هذه اللفت كدني، this is the right kidney. طيب عندنا هنا في heterogeneous mass، في enhancement و areas هنا في central hypodensity أو يعني this is أو يعني this indicates إنه في عندنا areas of necrosis. طيب thick wall irregular ال demarcated. طيب والخلينا نقول لو most likely diagnosis is renal cell carcinoma. تمام نفس الكلام هنا coronal view أو abdominal CT scan with intravenous contrast coronal plane shows a mass أو an enhancing mass within the right kidney. طيب with heterogeneous component and central hypodensity which is suggestive or indicates in andina necrosis or necrotic necrotic process within the right kidney. طيب وقلنا زي ما قلنا thick and irregular wall وفي multi location مو open single cyst أو open single space عفوا. نفس الكلام هذه صورة الحين axial plane abdominal CT scan with intravenous contrast. لاحظوا هنا left kidney is normal على عكس right kidney. شوفوا كيف هنا عندنا في contrast enhancement. طيب وفي areas of hypodensity هاي تمشي مع necrosis و heterogeneous component لكنها غالبا هذه solid يعني with thick wall فيه multilocular أو نقول الماس هذه multilocular with calcification. تمام في عندنا الفون هيبر لينداو ديزيز هذا جينيتك disorder مو مرة يعني مهم تركزون عليه لأنه رير بس نعرف أنه autosomal dominant يعني الـ pattern of inheritance is autosomal dominant. الـ defect عندهم في الـ VHL gene في chromosome 3. Such patients become them highly any high chance of developing renal cell carcinoma specifically clear cell. تمام وجود بعذر بعذر manifestations مثل الهيمانجيوبلاستوما سواء في الريتنا ولا سيربيلوم في كروموسايتوم. طيب من ناحية treatment نحدد هنا هل disease is localized للكيدني itself ولا has it يعني هزيت متاسسايز ال different structures. طيب التريتمنت بيختلف إذا والله عندنا localized disease choice عندنا بيكون nephrectomy it is curative in most cases. طيب surgical resection is the treatment of choice سواء كانت partial ولا radical. radical معناه إنه خلاص يعني full بنشيل الكدني كاملة، partial لا we will preserve some of the kidney parenchyma. طيب في جانب شخص في stage 1, 2, 3 localized disease يعني وما في metastasis nephrectomy is our choice. متى نختار radical مثل partial هذه من up to date أنا جبتها مو مهم مرة أنكم تدق في ال في details لكن إذا والله جانا tumor يعني enormous أو خلينا نقول size حقه أكثر من 10 سنتيمتر هنا we prefer radical nephrectomy. طيب إذا والله tumor is small our preferred choice is partial nephrectomy. طيب هذا عسى أهم نقطتين لكم اللي بيقرأ اللي هنا بس don't dig the details عشان ما ضيعوا أنفسكم يعني. وهذا نفس الكلام يعني زي الالجوريثم بسيط من up to date بس حطوا بالكم هنا إذا ما فيه metastasis هنا السايز إذا مرة small less than 4 centimeters the preferred choice is partial nephrectomy. تمام ما نشيل الكدني كامل. طيب إذا والله لا أكبر من 4 centimeters
والبيشنت از كانديديت فور سيرجري، هنا نحدد should we go for partial or radical. لكن don't dig the details عشان ما تضيعوا انفسكم. طيب في الميتاستيك ديزيز خاص التشويس حقنا palliative care وsystemic therapy، نعطيهم immunotherapy and so on. تمام، للبروغنوسيس اسوأ من localized disease، وبيكون يعني advanced RCC is poorly هنقول responsible سواء الكيموثيرابي ولا radiation. تمام، هنا زي ما قلنا advanced disease choice palliative care وsystemic therapy with immunotherapy most commonly. طيب هذه الحين باقي آخر سؤالين. This is a 64-year-old man who presents to the clinic due to several episodes of intermittent hematuria in his old age and hematuria over the past 2 months. He has had no abdominal pain, panic on urination or fever, but has lost 4.5 kgs since the onset of symptoms. The patient has smoked a pack of cigarettes daily for 30 years. طيب يعني خلاص old age, hematuria, عنده B symptoms, smoker. الحين presentation ماشي مع ال RCC. Vitals are within normal. Physical examination is unremarkable. Laboratory evaluation shows a hematocrit of 56%. هذه part من paraneoplastic syndrome. Serum calcium is 12.3 milligrams per deciliter. عندهم hypercalcemia. Urinalysis shows 30 to 40 red blood cells. طيب. Negative protein and no cast. عندهم microscopic hematuria. خلاص presentation هذا RCC. جابوا صورة CT تحت. هنا axial view أو abdominal CT scan with contrast. والaxial plane shows هنا heterogeneity, heterogeneous mass. طيب with areas هنا هذه necrosis. Areas of necrosis. الhypo density هذه. خلاص this is RCC. Which of the following is the most likely diagnosis? الفيو كروموسيتوم ما يجي بالتبكي البرزنتيشن ذا، يجون ب هاي بلد بريشر الهايبرتنشن، ويجون ب انكزايتي وسويتنج. تمام، ويكون عندهم سوبرا رينال ماس وبرينال ماس. تمام، البوليسيس الكدني يجون بايلاترا رينال ماس. البلادر كانسر ممكن يجون ب بيلسيماتيوريا والبيشنت يكون سموكرين وبي سيمتومز بعد، لكن سي تي ويل شو اماس ودن ذا بلادر. هنا الجواب بيكون دي. تمام، هذه هيتروجينيسيتي عندهم نيكروسس او في يعني في ايريز اوف نيكروسس. هاي صوره الفيو كروموسيتوم بس كذا كاضافه، يعني كان عندهم سوبرا رينال ماس. طيب مو في الكدني، ابوف ذا كدني. هذا البوليسيس كدني ديزيز عنده بايلاترال رينال سيست وبيونيلاترال. فخلاص هذا explanation للسؤال. This patient عنده extensive smoking history، عنده 4.5 kg weight loss، بيليسيماتيوريا، hypercalcemia، high hematocrit. طيب urinary mass most likely or he has RCC. طيب most common symptom is hematuria. خلاص هذه paraneoplastic syndrome both the hypercalcemia and erythrocytosis. هنا further explanation الأجوبة إن how يعني we excluded them. تمام، نجي هذا آخر سؤال. Which of the following is the most likely diagnosis in this patient: acute diverticulitis, non-Hodgkin lymphoma, polycystic kidney disease ولا renal cell carcinoma. حاطين لكم من اللابس. 62-year-old man presents to the clinic due to 6 weeks of malaise and intermittent fever. He has also had decreased appetite and unintentional weight loss. طيب حين old age 6 weeks of malaise, intermittent fever and B symptoms, decreased appetite, unintentional weight loss. ماشي لحد الآن مع الكلام اللي قلنا، but no bowel or bladder symptoms. He has smoked a pack of cigarettes daily for 30 years. On examination he appears thin and pale. كتشكسك وممكن anemic paleness. A hard mass is palpated over the right flank area. No abdominal tenderness. Bowel sounds are normal. The liver and spleen are not enlarged. No lymphadenopathy is present. Laboratory results are shown. Which of the following is the most likely diagnosis? Hemoglobin? Low.
البيشنت انيميك الليكوسايتس كويسة طيب. وهنا اللي what we have to notice انه كالسيوم is elevated والسيناريو ماشي مع الار سي سي. طيب المنهج كل نفوما غالبا بيجونا ب 70% انه بيجونا بلينفادينوباثي وهيباتوسبينوميجالي. طيب فهنا الجواب وجونا صح لها تكن يجونا ب بي سيمتمس كامل، لكن مع هالكلينيكال بيكتشر واللابس انيميا وهايبركالسيميا وعنده فلانك ماس وسموكر طيب وكاتشيكسك this goes مع RCC تمام. وهذه further explanations زي ما قلنا الريسك فاكتورز كل ما كبر الشخص او وين كان الايج مور ذان 50 سموكينج اوبيسيتي هايبرتنشن اكسبوجر تو اسبستس تمام. زي ما قلنا most common presentation او يعني RCC is discovered incidentally هذا اكثر شيء يكون asymptomatic، لكن ممكن they may present with B symptoms such as unintentional weight loss. ممكن والله في الاكزامينيشن نشوف فلانك ماس طيب هيماتيوريا it is the most common symptom intermittent fever و paraneoplastic syndrome سواء كانت hypercalcemia ولا polycythemia وخلاص once we patient suspected to have RCC we should obtain abdominal CT لو كان لو جونا يعني symptoms. طيب والتريتمنت للوكالايز ديز قلنا نفركتومي سواء كانت راديكال ولا بارشل كيوراتيف و بروفايدز هيستولوجيكال دايجنوسيس تمام. نفس الكلام الريسك فاكتورز اولد ايج سموكينج اوبيسيتي هايبرتنشن وكيميكال اكسبوجر وهذه الساينز اللي قلناها. اهم شيء في الدايجنوز الابدومينال سي تي ونعلق على الكاركترستكس يعني خلاص. هذه further explanation ليش استبعدنا الأجوبة الثانية اللي بيقراها يعني. وهذه كانت الريفرنسز اللي استخدمتها وأنا أسوي سلايدز والله يوفقكم جميعا ويرزقكم عالي الدرجات. وإذا تحتاجون أي مساعدة أو شيء أبد تواصلوا معي. وشكرا لاستماعكم وشكرا جزيلا.